عيد مبارك سعيد لساكنة عين حرودة والأمة الإسلامية، وتبارك الله عليكم. السلام عليكم، مبروك عيدكم الجميع. أمة الإسلامية باغي ندخل عليهم بالصحة والسلامة وطولة العمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عيد مبارك على جميع الأمة الإسلامية، وهو عيد تسامح وتصافح وصلة رحم. نتمنى الخير والتوفيق كل في مجالاته، ونتمنى أن يعود هذا العيد بأيام مباركة على الأمة الإسلامية كافة، وشكرا. السلام عليكم، عيد المبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. الله يجعل الأمة المغربية كلها تعيد بخير وعلى خير، والحمد لله وشكر الله على هذا. اللهم لك الحمد. عيد مبارك سعيد.